مشاهدينا اهلا بكم مره تانية ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم فقره الصحافه مع الاستاذ رفعت فيض. اسمح لنا ايضا استاذ رفعت ننتقل لخبر اخر نتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده الخارجيه العراقيه سنستدعي سفير ايران بعد الهجمات الصاروخيه، وأيضا أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستستدعي سفير طهران لدى بغداد على خلفية الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتي عين الأسد وحرير في العراق. وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس: تعرضت الأراضي والقواعد العراقية منتصف ليلة الأربعاء لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية. إن وزارة الخارجية استرفت تلك الاعتداءات وتعدها خرقا للسياسة أو السيادة العراقية، فإنها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على خلخلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة. يعني أيضا أستاذ رفعت، يعني أنا هاخد بس جملة من الـ الخبر اللي هو التوتر. فعلا إحنا في توتر في يعني حادث ما بين البلاد في الفترة دي، وأيضا من ضمنها برضو التوتر اللي بيحصل في العراق. فبرضو حياتك يعني قراءتك للمشهد العراقي في الفترة اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي أنت شايفه إزاي؟ شوف حضرتك، يعني من سبب أزمة العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية في البداية، عندما حتى احتلت العراق وفككت الجيش العراقي ووضعت دستورا للبلاد يجعل على تكريس فكرة الطائفية في العراق عشان تتناحر الطوائف فيما بينها ولا تستقر. والولايات المتحدة الأمريكية أنا غير مقتنع إطلاقا أنها ساعدت العراق وسوريا في محاربة داعش، ده هي اللي خلقت داعش هي وبقية قوى أخرى لتفجير هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط من الداخل. إنما الحادثة الأخيرة أو الحادثتين الأخيرتين ما قامت بهم من الولايات المتحدة الأمريكية في مقتل السليماني، ما هو على أرض العراق بطائرات وإطلاق صواريخ على الموقف بتاعه، فإذا هنا اعتداء على السيادة العراقية ودون استئذان السيادة العراقية أو الدولة العراقية، وبالتالي اعتداء على سيادتها. إيران عندما تطلق صواريخ من إيران لتعبر الحدود العراقية لتضرب قاعدة أمريكية، هنا اعتدت على سيادة العراق ودون استئذان ودون أن تخبر العراق بهذا العمل العسكري. وطبعا إزاي هتخبر دولة وتقول لها أن أنا هضرب مكان عندك على أرضك؟ من الناحية الشكلية كلا الدولتين أمريكا وإيران اعتدت على سيادة العراق، لكن للأسف العراق ليست في وضع يستطيع أن هو يرد على أمريكا ولا يرد على إيران ولا يعمل أي حاجة، لأن العراق من الضعف بمكان إلا أن هو أقصى شيء يعمل أنه يستدعي سفير الولايات المتحدة الأمريكية أو سفير إيران في بغداد ليعرب عن رفضه لما حدث سواء من إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية. لأن بصرف النظر على أن إيران بتستهدف قاعدة أمريكية في موجودة على أرض العراق، لكن أنت أطلقت صواريخ من دولتك وعبرت الأجواء بتاع الدولة تانية ثم عشان تضرب قاعدة موجودة على أرض العراق، والقاعدة دي فيها أمريكان وفيها عراقيين. الأمريكان نفسهم عندما جاءوا بطائرات مسيرة ولا غير مسيرة لتطلق الصواريخ على موكب السليماني عند هبوط طائرته من سوريا على في مطار بغداد وتحركه خارج المطار، ما هو اعتداء على سيادة العراق. فمن الناحية الشكلية هو خطأ كبير جدا من الدولتين، لكن للأسف الواقع الحالي لا يجعل العراق أنها تفعل شيء تجاه الدولتين إلا عملية الاستنكار واستدعاء سفير كل دولة منهم لتعرب عن رفضهما لما حدث وانتهى الموضوع.
لكن حضرتك شايف برضو ان الفترة اللي جاية برضو هيحصل التوتر ده هيهدى شوية في أتمنى ذلك ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، لكن ما زال القلق في أكثر من مكان في منطقة الشرق الأوسط بعد تفجيره من الداخل مرة أخرى كما قلت، مثل ما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق وما يحدث في ليبيا وما يحدث في اليمن. إلى يعني أنا سوريا دي أنا زرتها 7 8 مرات، من أجمل الدول العربية اللي أنا زرتها قبل حدوث ما يسمى بالربيع العربي وخلافه. دلوقتي أنا بقول لح بأكد لحضرتك عشان سوريا ترجع إلى ما كانت عليه من 15 سنة، إلى ما كانت عليه قدامها أكتر من 50 سنة قدام، لأن بلد اتدمرت، بلد تحول شعبها إلى أكبر شعب لاجئ في العالم، أكبر شعب لاجئ في العالم. وعشان الدولة دي يعاد بناءها مرة تانية وتستقر الأمور فيها، وإن شاء الله نتمنى أنها تستقر بقى مرة أخرى، إنما آدي اللي حصل في سوريا كانت ضرت الدول العربية. العراق كان الدولة العربية الوحيدة التي إذا أغلقت حدودها مع جميع جيرانها وتعيش وحدها منكفئة على نفسها أو مكبة على نفسها، لا تحتاج لأحد، عندها موارد زراعية وعندها صناعات، عندها إمكانيات اقتصادية ضخمة جدا مش محتاجة لأي حد، عندها إمكانيات بترول وتصدره للخارج وسيولة مالية تحتها. إنما هذا واقع العراق حاليا دلوقتي يكاد يكون عدم استقرار فيه، وإن كان الحمد لله في الفترة الأخيرة بدأ إلى حد ما يحدث نوع من الاستقرار، إنما ليس هو الاستقرار المنشود لشعب العراق، نظرا لتناحر الطوائف اللي موجودة فيه ما بين شيعة وبين سنة وبين أكراد وبين عرب وبين كذا وبين كذا، والكل يتناحر فيما بينهم، وأمريكا تغذي هذا الشقاق ليستمر هذا الوضع وتظل الدول العربية مفتتة وضعيفة بهذه الصورة. يعني وأيضا نرجع نقول احنا طبعا يعني بنناقش هذه الأخبار، ولكن برضه احنا بنتمنى أن السلام أيضا يعم إن شاء الله بإذن الله. طيب اسمح لنا أستاذ رفعت يعني ننتقل لآخر خبر معانا في فقرة الصحافة. مشاهدينا معانا الخبر الأخير، تحطم طائرة أوكرانية تحمل 180 راكبا أغلبهم إيرانيون بعد الإقلاع من مطار الخميني، أيضا مصرع جميع الركاب والعثور على الصندوق الأسود، وديلي ميل تتحدث عن شكوك بسبب التزامن مع ضرب قاعدة عين الأسد. يعني أيضا ده حادث، ويعني دايما الناس لما بتشوف هذا الحادث الأليم يعني طبعا بتقول إن ممكن تكون يعني زي قضاء وقدر يعني بيقولوا، لكن في تشكك دلوقتي، فحضرتك برضو من وجهة نظرك هل فعلا ممكن يكون هذا التشكك قائم؟ هو قائم طبعا، بس هو حادث مؤسف طبعا اللي تسقط طائرة ويموت فيها هذا العدد الكبير، وخاصة بعد إقلاعها من المطار في طهران. والغريب بقى إن أوكرانيا عندما طالبت بالصندوقين الأسودين بتوع الطيارة دي اللي تعرف حقيقة ما حدث، رفضت إيران أو قالت إيران إن الصندوقين وصلوا من التدمير لدرجة إنه يصعب الاستفادة منه كمان، نقدر يتكشف أيا كان أنا أرفض ليه، أيا كانت يعني دمروا ما دمروش، لو عندي سلامة نية ما كان إن تخلي إيران تروح. عشان كده أوكرانيا قررت تعليق الرحلات الجوية تماما بينها وبين إيران، والبعض ربطها بالضربات الصاروخية لأن معناها إن قد يكون تم إغلاق خطأ المجال الجوي الإيراني، وقد يكون حدث نوع من الإصابة لهذه الطائرة أثناء الإقلاع. البيان الشبه رسمي اللي طلع من إيران قال لا، ده قد يكون خطأ فني في إحدى محركات الطائرة وهو الذي أدى إلى سقوطها بهذه الصورة.
الأمور ستتضح خلال الأيام القليلة القادمة، لأن هناك عدد ليس بالقليل من الخبراء الطيران من أوكرانيا اتجهوا إلى طهران للوقوف على طبيعتهم ولبسات الحادث، وهتتضح خلال الأيام القادمة إذا كان سقوط الطائرة ده هناك خطأ فني، خاصة إن أجهزة المراقبة في مطار طهران أكدت أنها لم تتلقى أي إشارة من قائد الطائرة يقول أنه يواجه أي مشكلة. إذن حدث السقوط المفاجئ مرة واحدة لدرجة أن ما فيش أي هو ده ممكن يكون بيؤدي إلى التشكك شوية. التشكك إنما لن نستبق الأحداث ولننتظر حتى تتكشف الأمور خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. وهو طبعا في الأول وفي الآخر هو حدث أليم زي طبعا ما حضرتك أشرت يعني. يعني طبعا الفترة 180 مواطن يعني أيا كان جنسيتهم، بس إزهاق أرواح وحادث مؤسف. نعم. فاحنا طبعا يعني الحدث أليم صحيح، يعني عايزين كل الناس يعني على شغف طبعا انها تعرف ايه اللي حدث وفعلا هل فعلا في تشكك او كده عشان نثبت ده، ولكن هو في الاول وفي الاخر طبعا حدث أليم، واحنا يعني بنتمنى ان دايما يعني ربنا يبعد هذه الحوادث الأليمة، ويعني ربنا يحافظ على كل البلاد ان شاء الله. امين يا رب. استاذ غاده، انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لينا وعلى تحليل حضرتك للاخبار، ودايما كده في اخر كل فقره صحافه بنقول طبعا يا ريت السلام يعم على العالم كله، وان يكون في سلام بين البلاد وبعضها كمان، ده بيفرق كمان في حاجات كتيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله الخير والسلام. اشكرك يا استاذ. شكرا حضرتك جدا. مشاهدينا، بنشكر جدا الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريده اخبار اليوم. مشاهدينا، احنا هنطلع فاصل، وطبعا زي ما حضرتكم عارفين احنا دايما في برنامجنا بنحاول نقدم كل ما هو جديد لمشاهدينا، بنحاول دايما ان احنا نمشي معاكم خطوة بخطوة. احنا كمان الفاصل ده هنتكلم عن او هنشوف فقرة عن الرياضة، وخصوصا كمان الرياضة القوة البدنية ومن داخل الجيم كمان. حابين برضو، انتوا عارفين حضرتكم من الفترة اللي فاتت دي كان حتى في اعلانات كتير جدا بتتكلم عن ان لازم الجسم يكون سليم والمحافظة على الجسم، لان كمان الرياضة مش بس انها بتحافظ على الشكل او بتعيد تنسيق القوام يعني للشخص، ولكن كمان هي كمان بتقي من الامراض. يعني دايما كان بيقولوا حتى في اليوم لو نص ساعة او ساعة تبذل فيها مجهود ده كمان بيؤثر على صحتك بالايجاب. يعني حتى يقال ان حتى لو مشيت يعني اقل رياضة اللي هي المشي، لو حتى مشيت في اليوم وقت قليل ده بيساعد كمان على صحتك، فبالك بقى لو انت فعلا استخدمت الرياضة تكون يعني نظام حياة زي ما بيقولوا. فاسمحوا لنا ان احنا نطلع نشوف فقرة رياضية ونرجع نكمل فقرات برنامجكم صباح النيل، فخليكم معنا.